جمعية حديثة العهد، وعاد خرجت الوجود في هذه الشهور هذه. والهدف ديالنا والهدف ديال الجمعية اون جينيرال هو نشتغلوا على الأحياء الهامشية ونمكنوا المستفيدات من الإدماج السوسيو اقتصادي. أولا نمكنهم ونكونوهم، ومن بعد نعمل لهم إدماج سوسيو اقتصادي إن شاء الله بفضل الشركات اللي عندنا مع المعامل ومع شركات داكشي. هدف واحد في الإطار، وكاين إطار آخر بأننا كنشتغل في واحد البرنامج اسمه تمكين. هذا البرنامج كيربط ما هو تعلماتي بالإدماج السوسيو اقتصادي. هذا البرنامج كيشتغل فاحنا أنا كنشتغل في منطقة ديال فحص الأنجرة، فتحة جوج دوائر تما، دائرة في الزرارة ودائرة في منطقة ديال طالع الخرع. هاد الدائرة الناس ديال المستفيدة ديال من هاد البرنامج محو الأمية استشعروا بأن خصهم يباسيو لاكسيون ويمشيو للفعل ويشتغلوا في إطار واحد تضامني، في إطار واحد التعاونية. أنا كنعمل لهم المواكبة الإطار القانوني، وفي هذا وفي هذا الإطار اليوم الجمعية ديالنا كتعمل هذا النشاط لأن كتسوق لهم المنتوج ديالهم، كتسوق لهم المنتوج ديالهم على صعيد ديال طنجة وصعيد على صعيد المحلي إن شاء الله. حاجات يعني كنا غاسين غير في الدار، دابا استفدنا بدينا كنعرفوا كنخيطوا تلالب، نخيطوا يعني الملابس اللي تبغينا كنا نعدلوهم. ماشي بزاف يعني تقريبا دابا شي 6 شهور هكاك نضغم بالطقم بدينا كنقراو، جات عندنا أستاذة ودينا كنقراو ديك الساعة عاد سكتينا على هذا الشيء. هذا الأمية مشيتو خدمتو مزيان؟ لا خدمنا مزيان، لا أستاذة عاونتنا بزاف زعما الصراحة، وكنا غير جالسين وهي عاونتنا في القراية. ومن بعد عملنا الورشة ديال الخياطة. أنا كنت كنعرف خيط وكنعرف الحمد لله رب العالمين، عندي صناعة كاملة وما عنديش فين نخدم، ما عنديش فين نعمل هاد الصناعة هادي. الحمد لله بفضل هاد الأستاذة هادي وفضل الله سبحانه وتعالى مسكينة جات عندنا ومتنا نحو الأمية الحمد لله. وبديت كنعلم البنات والحمد لله كاملين تستافدوا بزاف الحاجات والحمد لله رب العالمين. تعاوننا الله مالك الحمد، الله يا ودي تعاوننا. كنخيط كنشبو راسي ديال الخدمه كل حاجه والثمن ديالها ومحو الأمية كنحافظوا تبارك الله. بزاف الحاجات كنستافدنا منهم صراحه. كنا صراحه بزاف د الحاجات كنا صراحه غير جالسين في الدار، ملي جات هاد الاستاذه صراحه وصلتنا لواحد الطريق مزيانه حسن ما نبقاو جالسين دائما حنا في الدار وضع العادم. شنو كتعملوا بالضبط؟ كان محو الاميه وكنخيطوا هادشي اللي كتشوفوا عندكم. بالنسبه لك استفدتي من الخياطه؟ استفدت بزاف د الحاجات. محو الاميه مشيتي مزيان؟ لا مزيان الحمد لله. خيط بزاف، خيط هاد الليبات وخيط بزاف د الحاجات. كتشتغل ليل ونهار صباح وباغا تكمل مع الجمعيه؟ ما كرهناش صراحه، غنكملوا ان شاء الله يا ربي. كنعرفوا جميعا بان طنجه كتعرف مشاريع كبرى، ولكن الاشكاليه اللي كاينه في المدينه بان كاين احياء وكاين مناطق الضواحي ما كيستافدوش بهاد المشاريع. هنايا كتجينا الدور ديال جمعيه المواكبه، هي تفعل هاد تفعل المشاريع التنمويه في هاد المناطق وتعاونوا ودعم هاد الناس معنويا وماديا.